بالنسبه لهذه المقابله هذه غتكون واحد المقابله شيقه وغادي نشوفوا واحد الفرجه. كنا كنتمنوا باش يكون المنتخب الوطني في النهائي، ما تاتاش لينا هذه هي الكره، ولكن كيبقى فريق عربي اللي يمثل هذه الاقصائيات الافريقيه هي منتخب الجزائر اللي هو الشقيق لينا. كنتمنوا ليه التوفيق، وحتى المنتخب السنغال قال الكلمه ديالو في الدوره الافريقيه هذه، وعندهم العطاء، وغادي ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الفرجه وغنشوفوا واحد المتعه. والفريق اللي كان مهيئ وكان واجد راه هو ان شاء الله هو اللي غادي يدي هذه المقابله هذه، وحنا ماشي مشكل سواء يربح الجزائر سواء المنتخب السنغالي، المهم مشى الفينار المنتخبات الشقيقه وصافي. وكنتمنى ان شاء الله نشوفوا واحد الطابق كروي اللي يلخص لينا كاس افريقيا ان شاء الله. وكتوقع الجزائر غتربح الجوله هذه؟ علاش الجزائر؟ شنو خلاك تقول؟ الجزائر عندهم فرقة زوينة، وديجا كانوا ربحوا السنغال في الماتش ديال الجروب. التوقع ديالي على الورق تبدا الجزائر أحسن، يعني الجزائر مرشحة، وأنا نيت أنا بغيت الجزائر تربح. شي سكور في نهار بخونسي شي 30-1 إن شاء الله. في نهار عنده طعم أخر ووجهة أخرى، هنا تيبقى دور المدربين، إذا كان المدرب مريقل يعاود الماتش ويشوف اش كاين الماتش ديال الجزائر كيفاش يلعبوا، علاش الطريقه ديال اللعابه ديالهم كيفاش يلعبوا. وهنا يمكن للمدرب ديال السنغال يسد ليه الثغرات ويلعب ليه الماتش، يماركي البيت، والاخرين كذلك يشوفوا الاخرين طريقه، الى دخلوا طريقه اخرى جديده غيولي ريتم اخر في اللعب. المباراه غادي تكون صعيبه بزاف، الجزائر كتلعب مزيان، السنغال كتلعب مزيان، كنتوقع الجزائر غادي تربح ان شاء الله، ولكن تقدر تكون بعد البرومونغاسيون ديال الريتم. الجزائر ان شاء الله اليوم ان شاء الله هي اللي تدي، وهي اللي تدي ان شاء الله. مربوحه اليوم الجزائر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.